حقيقة الأمر يعني لا نرضى بغيرك بديلا. أدر الدفة يا ربنا فإن البحر عميق. أنا يعني الأستاذ سامي عاشور يستحق كل تقدير وكل إجلال. يعني طبعا ما أحلى العمل تحت قيادة سيادة النقيب العام سامي عاشور، ولكن هعتب عليه عتب مقدم وهو عتاب الحبيب للمحب. ايه هو العتاب؟ بأرجو منه، بأرجو ألا تحيي ميت ولا تموت حي. ده كل اللي بأرجوه من سيادتك. بارك الله فيك ومشكرين والسلام عليكم.